إذن مشاهدي قناة شوف تي في، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من قلعة الصراغنة. إذن كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، فأجواء غريبة بمدينة قلعة الصراغنة قبل بداية مباراة المنتخب الوطني والمنتخب المصري في ربع نهائي الكان، فقلوبنا مع المنتخب الوطني. إذا هذه هي الروح الوطنية. كنشوفوا شوارع المدينة شبه فارغة، نقص في حركة السير والجولان. طبعا الكل يترقب، الكل يتابع هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني والمنتخب المصري. فالتوفيق، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في. فكما قلت، فجل شوارع قلعة الصراغنة كتعرف انخفاض في حركة السير والجولان، أجواء غريبة طبعا. فالكل يترقب والكل يتابع هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني والمنتخب المصري. كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، فقلوبنا مع المنتخب الوطني. فالتوفيق، كل التوفيق لمنتخب الوطني إن شاء الله باش نكونوا في نصف النهاية، ولما لا النهاية. إذا مشاهدينا، هذه هي الأجواء اللي كتعرفها مدينة قلعة الصراغنة في هذه اللحظات. حنا كنتواجدوا بوسط المدينة كما قلت، فانخفاض في حركة السير والجولان، الكل يتابع التلفاز، الكل يتابع هذه المباراة الهامة اللي غادي يجمع ما بين المنتخب الوطني ونظيره المصري قبل قليل. إذا قبل بداية المباراة، فهذه هي الأجواء اللي كتعرفها مدينة قلعة الصراغنة. كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، فانخفاض في حركة السير والجولان، وأجواء غريبة في هذه اللحظات كتعرفها مدينة قلعة الصراغنة. يعني الكل يتابع هذه المباراة، مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا. فنتمناو الأسود الأطلس، نتمناو المنتخب الوطني الفوز في هذه المباراة والمرور للدور الموالي إن شاء الله، نكونوا في نصف النهاية ولما لا النهاية بإذن الله. إذن كما قلت مشاهدينا، فإن أجواء غريبة كتعرفها مدينة قلعة الصراغنة في هذه اللحظات قبل بداية المباراة، قبل بداية مباراة المنتخب الوطني والمنتخب المصري. فقلوب كل المغاربة مع أسود الأطلس، فنتمناو إن شاء الله منتخبنا الوطني الفوز في هذه المباراة والمرور للدور الموالي إن شاء الله، نصف نهائي الكان، باش إن شاء الله ولما لا كما قلت نكونوا في النهائي. فنتمناو الأسود الأطلس التوفيق، نتمناو المنتخب الوطني التوفيق، كل التوفيق في هذه المباراة. إذا مشاهدينا، كما قلنا لكم هذا البث المباشر، أجواء غريبة كما قلت في شوارع، جل شوارع المدينة قبل بداية المباراة، قبل بداية مباراة المنتخب الوطني والمنتخب المصري. فنتمناو المنتخب الوطني الفوز إن شاء الله في هذه المباراة. فهذه هي الأجواء اللي كتعرفها مدينة قلعة الصراغنة قبل بداية المباراة. فأجواء غريبة، شوارع شبه فارغة، يعني نقص في حركة السير والجولان، الكل يتابع هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني والمنتخب المصري. فنتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني والمرور للدور الموالي، دور نصف نهائي الكان بالكاميرون. إذن متتبعينا مقلي، إلا نودعكم، نلقاكم إن شاء الله بعد قليل، بعد إن شاء الله بداية هذه المباراة الهامة اللي غتجمع منتخبنا الوطني والمنتخب المصري. فالتوفيق، كل التوفيق للمنتخب الوطني. مشاهدينا، نلقاكم بعد قليل إن شاء الله، إلى اللقاء.